اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مجزرة. يا لهوي. صوري على قد ما تقدري، خلصي الكلاشايه كلها اللي جوه. في احلام صغيره هي كانت في الاول دي، اول ما بدأ ياكل صح؟ على ما راح بقى استدعى الكبير وجه. والله هو كبير صغير شدته. يا سمك عشان بقاها كبير. بسطت الواحد صراحه. كل السمك اللي بقه كبير تلاقيه كده. انا بقى اشوف حضرتك ازاي، انا بخاف بقى من ال... يعني بالخبر. الدم ده. ايوه صوري كده. مذبحه فعلا. مذبحه القلعه. شفت الدم. بعدين السكينه اساسا مش لطيفه نهائي. مش ده خنجر، مش تلمس. انا واخدها دي من الواد بتاع اوجر بتاع ميكروباص، كانوا بيتخانقوا بعض بنقف دي. والله يا نهار ابيض. طبعا بيتخانقوا دي. امال ايه هما بيموتوا بعض ازاي؟ يا نهار ابيض. سوين مع بعض. لا دي صغيره ما خدتش غلوه. دي صغيره ما خدتش غلوه. على راي عبد الفتاح الاوزر يقول له بالك اللي له نصيب في خبطتين من دي ينجلي ويدعي للوالد بالجنه. يعني الواد ده كان يعني مفتري. صوري نايما. بصور. بيحرق. وبيتنفخ، يبقى عامل زي البالونه وهو طالع كده. وليه صوت غريب قوي كده. ده الضفدع. لازم الحته دي فعلا عشان يتشد بيه. لازم. ما كانت عندي كذا حته بس الموضوع وقعوا بقى. اصله برضه ليه مكان بيتعمل منه ويتصرف منه. لازم. ده ايه ده؟ مش اي حاجه. هي دي، شوف الكبده اهي. والله؟ طب سؤال بقى. السمك لو كل الكبده دي ولا يجرى له حاجه؟ ازاي بقى؟ خالص. يعني ما يبقاش مسمم؟ سبحان الله، كل حاجه لها حاجه. طب واحنا